هاي جايز، شلونكم؟ شو اخباركم؟ فيديو اليوم راح اسوي لوك كامل. طبعا لا تضحكون على هذولا. المهم لوك كامل بستخدم فيه كل الاشياء من هدى بيوتي، لان عجبني الكومنت اللي كانت كاتبت لي سمر سوي كذي، يعني هدى بيوتي فل لوك، يعني استخدم كل شيء. ففكرت راح اسوي لحظه. اوكي، فعجبتني هذه الفكره، بخاطري كذي اسوي مثلا انقي براند واشوف شنو استخدم، بس انه يكون اللوك كامل. يعني فلما جيت اطلع الاشياء مال هدى بيوتي اللي عندي، لاحظت ان انا ما عندي بلاشر. انا الشيء الوحيد يمكن اللي ما عندي منها بلاشرات، ما جربتهم. والمسكرة ما لقيتها، حتى لقيت عندي رموش ملوتها فقلت بستخدمهم، بس ما لقيت المسكرة، ما ادري وينها. المهم مو مشكلة، ما يتعلم المسكرة. يعني راح استخدم اللي هو، شوف انا احب هذول ملوتها اللي هما الستيك فاونديشن. عندي ثلاثة، وكل مرة كان يعني على حسب لون وجهي شنو يكون بهالفترة. فالحين راح اخذ اغمج اثنين واجرب شنو اللي حاليا. شنو هذا غامج؟ بس هو لما يندمج يفتح، عرفته؟ شنو هذا احسن؟ المهم يلا راح احط هذا فوقه. اوكي، هو الفاونديشن حلو لانه يتحول حق كنا بودر، عرفتوا؟ اللي استخدمته هو رقم هو اسمه بتر بيكان، رقمه 330N، هذه درجته. وراح استخدم الكونسيلر اللي هو كوكي دو. اوكي، وراح استخدم اللي هو الكونتور الكريمي، هذا درجته اسمها لايت. شذي صاير؟ بيدمج هذا قبل لا ينشف، حسيت كنا نشف. اوكي، الحين راح احط البودرة مالتها اللوس باودر. وراح استخدم الهم الاسفنجة مالتها، بثبت فيها كل وجهي.
اوكي الحين انا عندي هذا جلوش، المفروض انه هو نفس شذي يعني كنا كومباكت باودر، بس احس انه غامج شوي علي، فبجرب اذا حطيته كنا كونتور باودر. ماكو لون، ممكن لو حطيت كذا طبقة. المشكلة ان الدرجات مو كلها الحين تمشي علي، ليش اكون شريت هذا وانا تان، شريت هذا وانا بيضة، عرفته؟ ف يعني هذا يبي لي اغمج، فواضح ان انا كنت شاريته وانا يعني افتح من كذي. راح استخدم البلت مالها اللي هو اخر واحد، هذا اخر بلت انا شريته، بس عندي الباقي، بس هذا احبه لانه في وايد بنيات بس لامس عليه. وانا الالوان الترابية يعني احبها واحس تمشي معاي اكثر شيء. بعدين راح اخذ اللون اللي على شي شوية على اورنج بس غامج، هو بني شي صاير الاندرتون ماله شي برتقالي. واسحبه فوق جنة ايلاينر، جنة بسوي ايلاينر. بعدين البني المحروق حيل القامج هذا، خذنا شوية
خذيت اللون هذا اللي هو الذهبي، حطيته على ايدي، بعدين حطيته من ايدي وحطه شوي هني كذي، لان اذا حطيته دايركت على الفرشة راح يصير وايد، وانا ابي خفيف يعني. اسوي الحواجب، الحين البلاشر راح احط بلاشر من عندي، لان صراحه ما عندي شيء منها يعني. وكانت صدمه صراحه، ما توقعت ان انا ولا مره شاريه بلاشر من هدى بيوتي. المهم بحط هذا الديور اللي كذي على كورل. شكو هذا كذي، هذا انا اللي قاعده افكر فيه وشاغل بالي الرموش، خايفه انها تطلع يعني تخرب هذا كله، لان احسهم ثقال على عيني. انا عيني صغيره. هذول اللي هم كميلة رقم 16، هذول اللي هم طرف بس احسهم كبار. مو بس كبار، هم طوال بعد. بس انا ما ابي اغير، لان انا قلت بسوي اللوك كذي، فابي اكون عند كلمتي. تخيلوا يعني علي انا، شوفوا ترى انا يعني بالنسبة لي وهذا وايد، فبقص منها، بقص اخر اثنين. شوي احلى. الصمغ مالها مال الرموش جربته قبل، ما حبيته وايد فما استخدمته. عندي اياه بس اتوقع انه يعني يمكن انتهى، لانه من زمان ما ادري اصلا وينه. فما ادري اذا هي يعني سوت شيء ابديت بالصمغ، سوت شيء ما ادري يعني. المهم راح على ما ينشف هذا راح احط قلم الكحل اللي خذيته منها اخر مره، هذا وايد احبه، على خط هذا من داخل وفوق، خط العين من داخل وفوق. شنو يعني وفوق؟ يعني تجي من داخل واسحب تجي لي برا ولي فوق. يعني شوفوا هذول الرموش، احس لو انا حق تصوير ممكن. وي لحظة خربت الدنيا.
صارت شوي مصخرة بس ما يخالف، تداركنا الوضع. أقول لكم لوحك تصوير ممكن، يعني ممكن تطلع أحلى يعني الرموش، بس إنه بالصج لا، ما يعني هم واصلين لهني الرموش، ما قدرت شي أنا، بس حق تصوير مبلا حلوين. وبعدين اجيب الايلاينر البني اللي هو السائل يعني، وراح امشي على خط الرموش. هاخذ القلم البيج، بس هذا مال ماك لان هي ما عندها قلم بيج. اوكي، قلم حواجب ترى كان عندي بس ما حبيته، فهم شي وزعته. المهم هذا العيون، خلينا نحط المسكرة. الحمرة راح احط اللي هو هذا. اوكي، قبل الحمرة خلينا نحط الاضاءة. انا عندي اضاءتها اول واحدة، وعندي هذه الاضاءة مالتها. هذه صراحة شوي يعني هي شي صايرة، يعني شوفوا طريقتها، ما ادري، احس يعني ما تطلع شيء، وما افضل تنحط على برودكت، يعني تحطونها وانتم مو حاطين فاونديشن ولا شيء، احلى يعني. فباخذ هذه اللي هي اول واحدة مالتها، باخذ اللون الذهبي، صراحة هي احلى واحدة نزلتها، وكان يعني البلت وايد قوي لانه ما كان في احد منزل شيء اضاءات ببلت وكذي. بس اليوم لازم أصنفر وجهي وأحط له ماسك، لأن أحسه قاعد يتعب يعني، وصراحة قاعد يتعب زيادة من عدم النوم. لحظة، أوكي، الحين ني حق التحديد، هذا اللي هو وورم براون.
وراح احط الحمراء النود اللي هي شوغر بو. وايد وايد حلوة. اذا تبينها شوي فيها جلوس، اكو عندها حمرة هذه اللي هي اسمها راجة، هي كذي حمرة بس هي شوية فيها جلوسي، يعني تحطينها هني. وايد وايد حلوة هذه راجة مع شوغر بو، واللي هو الورم براون، ثلاثتهم مع بعض وايد وايد حلوين. احب انا هذا اللون. اوكي، وشنو بعد؟ بزيد البلاشر شوية. شوفوا مبدئيا اللوك عجبني، بس مو وايد مفضلة البيس كامل اللي هو الكونسيلر مع هذا، مع ان انا هذا وايد احبه. يعني تخيلوا ترى شارية هذول، وترى كان عندي بعد مستخدمة، بس حاليا احس مو ماشي مع وجهي، يعني مع بشرتي، مو كلون، كحتى كملمس مو وايد عاجبني. يعني ما ادري، يمكن بالصيف يكون احسن، ما ادري، يمكن انا للحين وجهي شويه مرات يمكن يصير ناشف، ما ادري، بس هو مو وايد راكب على وجهي الحين. والكونسيلر بعد احسه ينشف عيني، يعني فايش يسمونه الباجي، الاشياء اللي استخدمتها حلوين، بس احس ان الدرجات حاليا مو راكبه علي. بس البلت وايد حلو، مال العيون وايد ينن. شو يسمونه الرموش، ادري ان في وايد بنات راح يحبون، بس لان انا مو متعوده على الرموش تصير شي كبيره، فيمكن مو متعوده عليهم. بس حق حفله، حق اذا بصور مثلا شي، يعني تشوفون عيوني واضحه، انا عاده تصير عيوني شكلها اصغر من كذي بالتصوير، لان بالصج شكل الرموش وايد، عرفتوا؟ فانا يهمني بالصج شكلي اكثر من التصوير. بس ادري ان في بنات وايد راح يحبونها. شنو بعد؟ الحمره يعني هذا الكومبو كامل مال الشفايف وايد حلو، والبلت، هذول اكثر شغلتين انا حبيتهم مع الاقلام. طبعا الايلاينر والقلم الكحل شبه يومي انا قاعد استخدمهم، فوايد حبتهم. وطاعه كنت مطلعه هذا، يعني كنت بحطه شي بيس على كل عيني، بعدين نسيته، بعدنا والله مطلعته حطيته قدامي نسيته. المهم يلا مو مشكله، بس يعني عشان يلا هذا كله تدريبات، عشان بعدين ان شاء الله عقب ما نخلص رمضان وكذي اسوي عاد توتوريالز واشياء، يعني دام حبيتوا التوتوريالات فانه يصير همن اسوي توتوريالات، يعني فما يخالف. هذا تدريب تدريب. وهذه سفنجتها وايد حلوه، لكم اللوس باودر بعد مالها وايد احبه. كل الاشياء والله، يعني كل مكياجها انا احبه، هدى بيوتي كل مكياجها وايد احبه. بس يمكن مرات ان الالوان تكون يعني شو يسمونه مو راكبه علي يعني. وبس والله هذا هو اللوك حق اليوم. الحين بسوي شعري سلك، وبنزل اشوف لي نفنوف ولا دراعه، واصور لكم اللوك النهائي. فيلا ليتس جو. هذا هو لوك اليوم. حسيت كذي، ما ادري، يوم شفت الدراعه، ترى هذا درس مو دراعه، هذا من H&M بس العام. انزين كنت ماخذته كنا من بانكوك. ما ادري، يوم شفت الالوان كان استانس، وقلت المكياج نود يعني فعادي لوك، فلبست مع الجوتشي اللي هي الكروس هذه مع السليبر مالها. هذول البسهم متى ما صار عندي كذي الوان واشياء ومتوهقه، ما ادري شنو اركب معاهم. ف ما ادري، حسيت يعني عجبني كذي، لانه هاينك مع سليك وكذي، ما ادري، فريحي يعني اللون، عرفتوا؟ يعني احس شي وناس انه اول ما تدشين شي شوي شابه يعني، عرفتوا؟ ف
فيا خلاص اصور لكم الحين بالرينج لايت. فيا هذا هو اللوك اليوم، حبيته، حسيته ما ادري، حسيته شوي غير، ما ادري يمكن لان نفسيتي تبي شيء كذي الوان وحركات، فما ادري. بس هذا هو اللوك، اذا حبيتوه اعطوه ثامز اب، ولا تنسون تشغلون الجرس او البل عشان يوصلكم نوتيفيكيشن ان نزلت فيديو جديد، فما يطوفكم اي فيديو من فيديوهاتي. واهم شيء، اهم شيء بنات، لا تنسون تسوون سبسكرايب حق قناتي، لان يا جماعه وي شود بي فريندز. احبكم وايد واشوفكم باكر باللوك الجاي، ويلا باي.